بدنا نعمل هيك حفلة مشاوي على الخفيف يعني بالبيت، هيك المسويات جو حلوة. طلعوا عليهم فليفلة، بندورة مشوية، بصل، لحمة شقف معلية ولحمة شقف جاهزة، وهي الكبابات توم وبقدونس وملح وفلفل. ما بحط لها شي غيره، توم وبقدونس وملح وفلفل، يعني مشان تاكلوا كباب ظريفة لا تخبصوا فيها بالمرة. ملح وفلفل وتوم وبقدونس، فرجوا عليه شلونه. يعني لعلمكم طريقة الكباب، ما فيها شيء، سهلة وهينة وكتير ظريفة. ها فرجوا، بتحاربوا فيه للسيخة، فرجوا. هالكمة بدها تكون مدعوكة 100%، ها بترصوه من فوق من تحت للسيخ، فرجوا عليها، بتحاربوا فيه ما بيسلط مع النار. بس اللحمة بدها دعك قد ما فيكم دعك. هذيك المرة في واحد شبع باللي اللحمة عم تفرو، اللحمة بدها دعك، قد ما دعكتوا اللحمة قد ما بتمسك أكثر. توم وبقدونس وملح وفلفل فقط لا غير، وميت أهلا وسهلا فيكم وبتشرفونا. شايفين محل الكباب؟ بس كباب على كيفكم، ها عرفتوا شو؟ مو شغلة يعني هذه داك والحقني. وتفضلوا ميت أهلا وسهلا فيكم، بالشرف والله يا عمي. شايفين على الكباب شو ظريف؟ تفرجوا على المنقل المحلى هذا على الغاز. تسألوني على الكهرباء؟ لا، على الغاز. ألو، بالنسبة للشقف يا جماعة، معلقتين خل، معلقتين زيت زيتون، عرفتوا شو علي؟ وملح وفلفل وبالشكو. ها طلع علي شقفتين لحمة، شقفت لي شقفتين لحمة، شقفت لي، طلعوها مضبوط عم بقلكم. ها شقفتين لحمة، شقفت لي، وقبل بساعة الزمان بتبلون وبتاخذوا كب شقف على كيف كيفكم ان شاء الله. اسمعوا على الصوت، ارجوني في شيء دخنة، في شيء شايفين محلاها؟ بس انا بالصالون بساوية، بس اليوم شوفها، شوفوا محلاها، ولا دخنة ولا ريحة ولا شيء. ليش؟ انه وهج النار ولا تهواية كمان، يعني عبي جيران عبي كذا، لا خرجوا هذا السيخ خلاص. ليكوا محلاها، هاي لحطوا مع رفقاته هون، تفضلوا. ها ليكوا السيخ، شايفين محلاها؟ تفرجوا، هي سلات بين اخواته، بس كنت تمسحوه فورا للسيخ مشان ما تاكلوا اكله. شوفوا على الصحن، امانه برقبتكم شلون، ارجوني اياه لانه بلدي وصلها، والله امانه. ها شوفوا هذا السيخ، ها طلع من عندي من المانيا، شوفوا لي لانه بلدي وصلها، ما عيدكم يعني. ها